يا مساء الهنا ومساء السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية. كل سنة وانتم طيبين، روائح رمضان هلت، يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير ويعدي أيامكم بكل صحة وسعادة. النهاردة بإذن الله قبل ما نخش على برنامج رمضان عاملين لكم معجنات، وسيد المعجنات الفطير. هنعمل مع حضراتكم الفطير نوعين، هنعمل الفطير المشلتت بالزبدة الفلاحي والقشطة، وهنعمل الفطير بالزبدة المورق، الفطير الأفران وفطير المشلتت. وأول ما نبدأ نقول بسم الله على بركة الله. أول حاجة معايا أحط كوبايتين من المية، مية عادية جدا. الفطير الشغل بتاعه كتير، ناس بتحط عليه خميرة، ناس بتحط عليه بيكنج باودر، ناس بتضيفه من غير أي حاجة من الاتنين. هنعمله بتركة مصرية في أكلة بسيطة مصرية بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بحيث إن أنتوا إن شاء الله تعملوه النهاردة بطريقة بسيطة جدا. أول ما نبدأ نقول بسم الله بركة الله على بركة الله، كوبايتين من المية، وهناخد معلقتين من السكر. أهم حاجة إن أنا أدوب المية والسكر معاه الأول قبل الدقيق. بعد كده رشة ملح، ربع معلقة من الملح، بسيطة جدا وسهلة. وأقلب، أقلب السكر والملح في المية، سهل جدا، اقتصادي 100%. بياخد تركات بسيطة بدقيق، لازم الدقيق بتاعه يكون دقيق متعدد الاستخدام او دقيق يكون فاخر، حاجه يكون كويسه. ولو حضرتك طبعا في البيت اول مره تعمليه، طبعا في دكاتره في الفطير اول مره تعمليه، بتجيبي دقيق نص كيلو، بتستخدمي نص الكميه بس. احنا معانا كيلو من الدقيق الابيض، بسم الله ننزل بالدقيق، بسم الله، ونبدا نعجن. اهم حاجه ان احنا نخدم العجينة بتاعتنا كويس جدا في الفطير، وياخد ملمس ناعم. كيلو من الدقيق اهو، بسم الله، مع كوبايتين من المية، مع معلقتين من السكر، مع رشة ملح بسيطة. ننزل على الرخامة الجميلة عشان نخدم العجين رياضة بقى كاملة في المطبخ، بسم الله. ننزل الخدمة بتاع العجين، أهم حاجة إن أنا آخد ملمس ناعم، بسم الله، وأديله معلقتين من الزيت في الآخر. بعد كده وأنا بعجن في العجين زي ما حضراتكم شايفين أهو، آخد رشة بيكنج باودر، ناخد رشة بسيطة من البيكنج باودر. إحنا بنحط البيكنج باودر هيطلع هش معانا وجميل، عشان الفران بالنسبة للنار إن هي ما تكونش مظبوطة لازم النار بتاعته تكون عالية، على فرن درجة الحرارة من 200 وطالع. أنا ما عنديش درجة حرارة في الفرن أو الترموستات، بشتغل على الفرن العادي. لازم الفرن يكون شغال معايا حوالي 10 دقايق بالظبط قبل الحاجة. هلم العجين وأخدم العجين بتاعي كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين أهو، بالراحة وسهل جدا وبسيط كده. خلصناه، خد الملمس الناعم بتاعه الجميل، هقطعه على اتنين، نعمل فطيرة واحدة بس في الكيلو، هيكون كبيرة، حجم عائلي كبير. هنقطعه اتنين، بسم الله. بعد كده بلم العجين بتاعي زي ما احنا شايفين اهو، ألم على الرخامة بطريقة سهلة ومبسطة، ما فيهوش لعبكة كتير أو ما فيهوش شغل كتير، كل تركاته فن، كل حاجته فن. واجيب الصينية بتاعتي ندهنها بمعلقتين الزيت. خدنا الملمس الناعم، اهم حاجة في الفطير يكون الدقيق والخدمة بتاعته تكون كويسة جدا. بعد كده ناخد شوية سمنة او زيت، معلقتين الزيت بتوعي، وابدأ اغطي الفطير. واهم حاجة في الفطير بتاعي برضو يرتاح راحة كاملة معاه. تعالوا بقى ناخد بعد نص ساعة بالظبط، بعد نص ساعة من تركة الفطير، أهم حاجة في الفطير الدقيق، بعد كده لازم يرتاح راحة كاملة. هنجيب صينية أو على الرخامة أو على الطبلية أو على أي حاجة، وأحط شوية من الزيت، حاجة بسيطة، بسم الله. هنفرد بالزيت زي ما احنا شايفين أهو، العجينة بتاعتي ارتاحت من الكورتين أهو. وأبدأ تحت ده محمد من فوق، افرد بالزيت، بسم الله، بتركه بسيطه وسهله، هتطلع مش عايزه اكتر سمن كتير،
ويكون تقيل ودسم معايا اكتر من اللازم، هنخفف معانا بالقشطه، يطلع معانا بالقشطه طعمه جميل جدا ولذيذ، يتاكل مع الجبنه والقشطه والعسل، ويتاكل كده حاف برضو. بعد كده التركه الاساسيه، بسم الله العجينه معايا مرتاحه زي ما احنا شايفين على الهواء مباشر اهو، ابدا امط في العجينه بتاعتي زي ما احنا شايفين اهو، واحده واحده عاملها ارققها جامد. بسم الله بسم الله اهو، شوف شايفين العجينه عامله ازاي، ولو اتقطعت مع حضراتك بيبقى العجينه مش مرتاحه والدقيق مش مظبوط. زي ما اتفقت مع حضراتكم نجرب في نص كيلو، بعد كده نعمل براحتكم بقى زي ما على حسب ما اتعلمتوا او على حسب ما تشوفوها. شوف شايفين العجينه عامل ازاي، ورق ورق كامل جميل. بعد كده اجيب القشطه بتاعتي، اجيب القشطه زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو، العجينه ورقه بيكون رقيق جدا واخد سمك رقيق جامد مفيش كلاكيع فيه. الحروف بتاعتي هنشوفها دلوقتي طبعا على الطبليه او على الرخامه الكبيره، ممكن حضرتك تعمليها سهله. بعد كده ننزل بالقشطه والسمنه، انزل بيها وابدا اعملها. عايز احشيها بسبوسه، عايز احشيها لحمه مفرومه، اي حشوه اتعلموها بطريقه سهله جدا حبيت اوريها لكم قبل ما نخش في برنامج رمضان. ان شاء الله باذن الله هيكون لنا برنامج كامل في رمضان. ربنا يجعل ايامكم كلها خير يا رب، ويعد علينا الغمه بخير، وتعدوا بالف سلامه والف صحه. بعد كده بعد ما حطينا القشطه وحطينا، شكرا محمد، هنبدا الم العجين بتاعي بسم الله. بعد كده اول ما نبدا بسم الله، شوف زي ما احنا شايفين اهو، واحده ورقه واحده، ونبدا نفرد العجينه. الحروف بتاعتي طبعا زي ما اتفقت، لو يكون في حاجه واسعه تفردوا زي ما انتم عايزين، احنا مش عايزين حاجه يكون كبيره قوي، بحيث ان هو انا مقطعها تقطيع عادي صغير. واجيب السمنه بتاعتي مع الزيت، وابدا على الطرف الاول بعد ما طبقتها. بعد كده التطبيقه الثانيه سهله جدا وبسيطه، يطلع معانا فطير مشلتت ان شاء الله يعجبكم مع السكر ورشه الملح والبيكنج باودر، وارجع تاني رشه بسيطه تاني مع شويه من القشطه الجميله هديها. زي ما اتفقت مع حضراتكم لو عايزين تحشوها اي حشو في الطبقه الاولى نعملها على طبقتين على مرتين، عشان طبعا ما عندناش حاجه واسعه ان احنا نفرد عليها ولا ندوخ نفسنا في اي حاجه. زي ما احنا شايفين اهو بسم الله، ادي الطبقه الاولى، طبق يا محمد بعد اذنك، طبق كبير كده. انا عملت الطبقه الاولى اهي، لو عايز اعملها فطيره واحده بس ممكن اطبقها، هنشوفها دلوقتي زي ما حضراتكم قدام حضراتكم، وهنلمها تطلع معاكم فطيره كامله بسم الله، مطاطيه كامله. هناخد كمان واحده نعمل كمان راق، احنا عملنا راقين، لو عايز انا اخليها فطيره صغيره بخليها على نفس الطريقه بنفس التركه بنفس التركه، بيبقى مطاطيه. اهم حاجه العجينه تتخدم معايا خدمه كويسه بسم الله، زي ما احنا شايفين اهو، افرد سهله وسريعه. نص كيلو او كيلو من الدقيق هيعمل فطيره او فطيرتين صغيرين، فطيره كبيره حجم عائلي. احشيها بالبسبوسه، احشيها بالقشطه، احشيها باي حشوه تحبوها باللحمه، عجين شكلوه زي ما احنا شايفين اهو. افرد بسم الله على الصينيه، تسلم ايدك يا ابو حميد، شغال اهو على حرف الصينيه، على الرخامه، على الطبليه، على الترابيزه، على اي حاجه بمنتهى السهوله. نص ساعه بعد ما عجنت العجين زي ما احنا شايفين اهو، شفتوا الجمال، ناعمه ورقيقه، وادي الرشه بتاعتي الجميله سريعه. انزل بالسمنه البلدي، ما عنديش سمن بلدي، ما فيش اي مشاكل، اشتغلوا باي سمنه، بس لو في معلقه واحده بس من فوق على الوش لما نشوفها، وادي القشطه تطلع معاكم بطعم جميل ولذيذ جدا جدا، بيحبوها الصغار والكبار، مشهورة في مصر كتير مع الفطاطرية. الناس الحلوة أصدقائنا الحلوين جايبينها لكم من العجان على طول فوري ليكم. بعد كده أبدأ أنزل بالتطبيقة الأولى، وأنزل بشوية من السمن، أهم حاجة ما يكونش عندي كتل كبيرة. الحروف بالذات أفردها فردة كاملة زيها سنجل واحد أو اسطمبة واحدة، عشان تطلع معاكي مش مكلكعة أو مش كتيره فيها. بص زي ما احنا شايفين اهو، لسه ما حطيناش البتاعه الثانيه، معلش هات يا محمد بعد اذنك، تسلم تسلم. الفطيره الاولى اهي عشان اطلعها فطيره واحده، انزل بيها واحط السمنه عليها. لو حبيت ان انا احشيها في الفطيره الاولى
بعد كده انزل ادي واحد، ادي التانية، التطبيقة التانية شوية سمن، التطبيقة التانية بسم الله تمام. بعد كده هجيبها من اول تاني، اطبق التطبيقة، كل تطبيقة بتاخد حاجة بسيطة من السمن، وبعد ما بطلعها من الفرن على طول ممكن اصفي السمن بتاعي واجيب صينية. تسلم ايدك يا باشا. وادي هنا سمن، اي صينية بتاع الفرن، ونبدأ ناخد الفطيرة الجميلة اهي، الحاجة الممتازة مطاطية، وانزل بيها واسيبها ربع ساعة او نص ساعة تاني. شيلها يا محمد، هات الفطيرة التانية. نص ساعة بالظبط هسيبها، نص ساعة ترتاح. كل ما الفطيرة يكون مرتاحة، كل ما يكون كويسة، هاخد الوش بتاعي وابدأ اضغط على الفطيرة زي ما انتم شايفين اهو. هتفرد معاكم فطيرة مشلتت جميلة، محشية او سادة، تتاكل بالعسل، تتاكل بكل حاجة. كل ما العجين يرتاح، واهم حاجة الدقيق، الشركات بتاع الدقيق كتيرة، استخدم نص كيلو الاول اشتغل بيه، ما طلعش مظبوطة معايا او ما طلعتش بنفس التركة، بنفس الفطيرة الجميلة اللي هنشوفها دلوقتي من الفرن. سنة سمن صغيرة بسيطة، وافرد من النص، هجيبها على الحروف، فطيرة كاملة كبيرة، هدخلها على درجة حرارة 200، ما عنديش درجة حرارة، يكون الفرن حامي جدا، الرايات بيكون بسيطة، لو عندكم الفرن بتاع الخبيز رايات بسيطة، ومن تحت برضو يكون بسيط. هنبدأ شوية كده، انا خلصت الفطيرة الاولى، الفطير المشلتت، تعالوا هندخلها الفرن درجة حرارة 200 او 220، ونبدأ نشتغل في التانية. وادي المقادير عند قدام حضراتكم على الشاشة، وتعالوا هو نفس العجين، نفس التكرار، بكرره في العجين التاني مع الدقيق التاني والحاجات التانية. هات بتاع الفطير، نفس التكرار، بكررها بمعلقتين السكر ورشة الملح في كوبايتين المية، وبنزل بالدقيق وبخدمها كويس جدا، وبسيبها حوالي، هسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح العجينة. بعد كده ده النوع التاني، النوع الزبدة، بفردها بإيدي بالنشابة، نشابة يا محمد بعد إذنك، بفردها بإيدي، هعملها رول بالزبدة، الزبدة يكون زبدة التوريق أو زبدة غير مملحة عشان تطلع معاكم كويسة. تركة الفطير واحدة زي ما اتفقت مع حضراتكم، معلقتين السكر ورشة الملح، وأبدأ أنزل بالبيكنج باودر في الرشة بسيطة، ربع معلقة. بحط البيكنج باودر عشان الفرن بتاعي يساعد معايا إن الفطيرة تطلع معايا ممتازة. بعد كده بالنشابة، النوع التاني أهو، بسم الله، أبدأ أعملها مستطيلة عشان أعملها رول جميل، وأشد في الرول وأبدأ أعملها، والزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، معلقتين سكر، رشة الملح، معلقتين الزيت أو السمن، بيخلوا العجينة لقمة طرية وهشة جميلة. بعد كده بجيب الزبدة، زبدة التوريق بدرجة حرارة الغرفة، وأبدأ بنعملها قدام حضراتكم واحدة واحدة بتركة بسيطة وسهلة على طول على الهواء مباشر. كل الفطير جربوه، فطير التاني اللي هو بالزبدة بياخد فطير بيكون الدقيقة بتاعته جديدة، يا ريت تاخدوه من المخابز أو تجيبوه من أي سوبر ماركت، وزبدة التوريق موجودة في كل مكان، زبدة الفطير الخاصة بالفطير، مش أي زبدة تتحط في الفطير اللي فرام بالذات، لازم نشتغل بيه بزبدة كويسة. بعد كده بسم الله بجيب الزبدة بتاعتي، بطاطا بيضتين، لازم يكون طرية خالص بس ما يكونش سايحة، ما تنفعش. بعد كده أبدأ ألف العجين بتاعي كله بالزبدة كاملة، بسم الله، كلابز طبعا جميل، نلف الفطير الجميل عند أحسن محلات فطاطري بإيديكم، تعملوها في البيت بكل سهولة، عشاء أو غدا أو أي حاجة تحبوها، بيبقى جميلة ولذيذة جدا جدا، بتركات بسيطة عشان احنا اكلتنا مش اكلة بسيطة بس، ده احنا اكلة بسيطة مصرية، بنجيب لكم من كل المحلات، من كل حاجة، ان شاء الله هيكون معاكم في كل وقت بإذن الله، ربنا يعود علينا وعليكم الايام كلها بخير. ابدأ افرش الزبدة كلها على العجينة بتاعتي كلها، كلها ايه زي ما احنا شايفين اهو، 200 جرام على الكيلو مع معلقتين السكر ورشة الملح. بعد كده ابدأ اديها رول كامل، واضغط في الرول وانا بلف عشان يطلع مورق معايا جميل،
نفرش، نبدأ بقى ناخد الرول من الأول خالص بسم الله، ونفرد بعد ما فردت العجين الرول بتاعي كامل، كل العجين خد الزبدة بتاعته كاملة اهي. نبدأ نلف بسم الله رول كامل. بعد إذنك يا محمد ناخد رول، هات تاني يا محمد، ناخد رول واحدة واحدة مع حضراتكم اهو. أبدأ أضغط وأرجع لورا، أبدأ أضغط في العجين عشان يطلع معايا مورق جميل، هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي اهو. نفرد ونشتغل زي ما احنا شايفين اهو بسم الله، رول رول كامل، افرد والقفل بتاعي من ما يكونش فيه سمن او زبده، اقفل القفل كامل بسم الله. يا رب يكون المعلومات بتوصل سهله جدا بكل تركاتها وبكل حاجتها. بعد كده بضغط اوزع كامل كله السمن عندي اهو، وبالسكينه على حسب ما تحبه، واقطع الفطير بسم الله. ادي الكيلو دي حوالي 5 وحدات. بعد كده ابدا الم العجين بتاعي من الشبه بسم الله على القفل بتاعي اهو، وانزل وابدا بالنشابه او بايدين بايديك عادي، وافرد العجين تاني على حسب الطريقه بالراحه خالص، عملته زي المنديل بالظبط. بعد كده اشوف التركه الاساسيه، اقفل القفله كامل، ادي واحد ادي اتنين، واضغط بايديا، ثلاثه اربعه على نفس الطريقه، والم العجين وعلى الرخامه واحده واحده اهو. الله ينور عليك يا عم محمد، تسلم ايدك في التصوير الجميل زي ما احنا شايفين اهو، بالفطير مع الزبده الفلاحي الاصلي، شايفين اهو حاجه جميله. ننزل بيها نفس التكرار، هنكرر على نفس الطريقه، نعملها زي المنديل بالظبط، سهله جدا وبسيطه جدا. واهم حاجه الفرن يا محمد ما ننساهوش عشان ما نحرقش الفطيره، 10 دقايق بالظبط على نار متوسطه، تكون درجه حراره 200 من 220 و230. والم العجين، الم الزبده يكون من تحت بايديا الاثنين بكف براحه اليد كده، نفس التكرار قدام حضراتكم، سريعه وسهله وبسيطه وعلى الهواء مباشر على طول اهو. اهم حاجه الدقيق في الفطير والزبده في التوريق، زبده التوريق اهم حاجه، الفطير المشلتت بالسمن اي سمن عادي، والزيت والقشطه زي ما تحبوها. عند القفل واروح ضاغط واحد ادي اتنين، بعد كده بسم الله، واجيب اللي معمول يا محمد عندنا جاهز، هيقعد حوالي 10 دقايق بالظبط، ده ما بيتاخرش 10 دقايق وربع ساعه. الفطير ما فيهوش خميره، ما فيهوش اي حاجه ان انتوا تخافوا عليها، مهما يقعد مش هيجرى له حاجه. اهم حاجه الوش بتاعي بيكون مدون زيت عشان ما يعملش العجين، ما يخليش العجين بتاعي يديله الشكل مش كويس، ينشف مني. واحد اتنين مره تانيه، ثلاثه اربعه، وبعد كده الم العجين وابدا شغالين، وادهن الوش السمن، واجيب الحاجه اللي عندي نفس التكرار اهو، عملناه قبل الهواء على طول مباشر، هو نفس العجينه بنفس التركات بنفس الطريقه. احط العجين بتاعي واحط سنه زيت عليه من فوق، اهم حاجه الزيت، ونغطيه كويس عشان العجينه بتاعتي ما تشققش او ما تنشفش. بعد كده بجيبه بعد ما ارتاح حوالي 10 دقائق بالظبط، مدهون زيت كامل من فوق اهو. الله ينور يا ابو حميد، محمد عطيه ومحمد ناصر وفوزي مساعدين بتوع الجمال وكل الكاست بتاع الصحه والجمال، احسن ناس. بعد كده بفرد بالنشابه واحده واحده بالراحه، طلع معايا فطيره جميله. لازم تاخد السمك حوالي نص سنت بالظبط في الفطير بالزبده عشان هيرفع معايا رفعه جميله. نعمل الفطيره ايه، ونجيب صينيه يا محمد حلويات، اي صينيه بتاع الفرن بضغط اهو، ما تخافوش اضغطوا، العجين مرتاح هيفرد مع حضراتكم 100 100 زي الفل بسهله. عملنا الغدا يطلع عشاء يطلع فطار، قشطه على الجمال مع العسل والجبنه القديمه، صح يا عم جمال؟ الجبنه القديمه والعسل هيطلع معاكم زي الفل و100 100. بعد كده بدهن الصينيه بتاعت سمن، واجيبها على برضو درجه حراره 180 200 قصدي معلش 200 220 180 معلش عشان الحلويات، كل حاجه وليها حاجه، كل
شغلانه وليها دقيق، ان شاء الله يبقى لنا تركات في الدقيقه باذن الله. نعملها بعد كده، باخدها على ايدي وابدا انزل على الصينيه او للصاج واكملها، هترتاح 10 دقايق بالظبط كمان. ونديها في الوش من فوق، نديها الوش بتاعها سنه من السمن البلدي، حاجه خفيفه تلميعه. خلصنا مع حضراتكم الفطير المشلتت، ما كملناش 10 دقايق او ربع ساعه او نص ساعه على حسب ما بياخد الوقت معانا. الفطير اهم حاجه زي ما اتفقت مع حضراتكم ان هو يكون يرتاح كويس، والدقيق بتاعه يكون دقيق فاخر من الاخر او متعدد الاستخدام، يكون حاجه نظيفه وسهله وبسيطه. اول ما حضرتك والمقادير على الهواء مباشر عند قدام حضراتكم المقادير مباشر بتاع الفطير. بعد ما بنخلص 10 دقايق بالظبط بيقعد تقعد في الفرن. نطلع فاصل ونرجع. ورجعنا مع حضراتكم بعد ما عملنا طريقتين من الفطير، طريقة الفطير المشلتت وطريقة الفطير المورق بتاع الفران، بطريقة سهلة ومبسطة جدا ومظبوطة. رشة الملح مع كوبايتين المية مع معلقتين السكر، نقلبهم كويس، ندوب الملح مع السكر مع المية، وننزل بكيلو الدقيق على حسب ما ياخد مع حضراتكم مية. لو زاد مية تاني مفيش أي مشاكل، ما زادش يبقى برضه مفيش أي مشاكل، هيطلع معاكم فطير مورق ممتاز. أهم حاجة الدقيق. نرجع بقى نشوف الحلو بتاعنا. حبينا نعمل الحلو مع الفطير، مفيش أحلى من الكيك بعد العشاء، بيكون أو ينفع عشاء أو فطار مع كوباية شاي أو مع كوباية حليب، يطلع مع حضراتكم جميل مية مية. تعالوا نشوف مقادير الكيكة. مقادير الكيكة، نطلع بمقادير الكيكة. مقادير الكيكة 3 بيضات، نص كوباية من السمن والزيت، كوباية من الحليب، نص كوباية بشر برتقال، أنا بتكلم على كيكة البرتقال، نص كوباية بشر برتقال مع البرتقال، معايا السكر، سكر محمد، حوالي كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من السكر، خد يا فوزي بعد إذنك فضي السكر، كوباية ونص من السكر، هنضرب الكيكتين مع بعض، كيكة الشوكولاتة وكيكة البرتقال في ضربة واحدة بست بيضات. أول ما نبدأ نقول بسم الله، ست بيضات مع سنة من صفار الزعفران، ومقادير الكيكة تنزل قدام حضراتكم فورا على طول أهو. بعد كده 3 كوبايات من السكر، لو عايزة حضرتك تعمل صينية كيك واحدة بس مفيش أي مشاكل. بعد كده نبدأ يا محمد ونبدأ نضرب بالمضرب بتاعنا. ما عنديش مضرب، مش هينفع أعمل كيك؟ لا ينفع حضرتك تعمل الكيكة ونص. بسم الله بسم الله، خش يا محمد بعد اذنك. ما عنديش مضرب وعايز اعمل كيك، مفيش اي مشاكل، احنا نخليكم تعملوا كيك لو حتى يدوي، مفيش اي مشاكل. ممكن تضرب حضرتك السكر مع البيض في الخلاط. بعد كده بحط معلقه من محسن الكيك. محسن الكيك موجود عند خامات الحلواني. بعد كده 6 كوبايات من الدقيق على كل، ومعايا معلقتين من النشا، بيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم. بعد ما نزلنا زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو، هننزل بعصير البرتقال واحده واحده بتركه مصريه، تطلع كيكه 100% ب3 بيضات. هنطلعها كيكه برتقال 10 على 10، نص كوبايه من بشر برتقال يا عم محمد زي ما انت شايف حضرتك اهو، ننزل بيها بسم الله واحده واحده اهي معاكم اهو. بشرنا البرتقال وحطينا، خد يا فوزي، وحطينا السكر والبيض. بعد كده هننزل بالحليب. فين الحليب يا فوزي؟ هننزل بالحليب، ممتازه جدا بسم الله، واحده واحده خالص. اخر حاجه هنحطها الزيت مع السمن. الكيك بيعمل مني في البتاع الفرن، الكيك بيطلع مصموط، الكيك بيطلع مش عارف ايه، كل ده بتركات مصريه في اكله بسيطه مصريه. هنطلع لكم كيكه 100%. والمقادير قدام حضراتكم على الهواء. نزلنا بكوبايتين الحليب. بعد ما نزلنا بكوبايتين الحليب ونزلنا بالبيض ونزلنا بالسكر ونزلنا ببشر البرتقال، نفصل المضرب الجميل بتاعنا، ومتشكرين ليك يا ابو حميد محمد ناصر. ننزل نضرب بالمضرب السلكي، نكمل بالمضرب السلكي عشان المضرب بتاعنا ما يحصلوش مشاكل. ننزل بمعلقتين النشا بسم الله، معلقتين النشا وده. بعد كده البيكربونات الصوديوم ربع معلقه مع باكوين من البيكنج باودر. صفار الزعفران بيدي لون جميل جدا مع البرتقال بسم الله، تطلع الكيكه معاكم جميله وهشه، وكمان كيكه دسمه بيبقى الطعم بتاعها خرافي وجميل. بعد كده بالمعلقه
اتفضل يا ابو حميد، اديني شويه شويه على طول. شكرا طبعا للمساعدين الجمال محمد ناصر ومحمد حرب وفوزي. استاذ محمد السلام عليكم، ابدا اقلب. وعليكم السلام. كيف ازي حضرتك يا شيف؟ مرحب مرحب استاذ محمد، يا هلا يا هلا. انا حضرتك من اسكندريه يعني، يا مرحب بيك يا استاذ محمد، على البرنامج الجميل دوت. نورتنا والله، نورتنا في القاهره ونورتنا في البرنامج كله. شكرا شكرا يا شيف، الله يكرمك. شكرا، نور الشاشه بجد يعني. ربنا يحفظك يا استاذ محمد، ومتشكرين لاتصالك يا فندم، متشكرين لذوقك. نقلب على طول 6 كوبايات من الدقيق. شكرا لاتصالك يا فندم، ونبدا نقلب. يا حاج فوزي اياد النور، احلى صديق للبرنامج، منورنا والله العظيم. يا هلا يا هلا. الو، مرحب مرحب يا حاج فوزي. الو، مرحب يا حاج فوزي، معاك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو، مرحب يا حاج. يا حاج معاك والله. الله ينور عليك يا شيف. وعليك يا عم الحاج، ربنا يحفظك. عم الحاج معاك، انا معاك سامعك. والله الفطير بتاعك جميل. تسلم تسلم يا عم الحاج، تسلم، الله يبارك لك. بعد كده قال اي سؤال عندك يا عم الحاج، كل سنه وانت طيب. بقى. يا يا حاج، عاوزين نشوف الكيكه على اصولها. يا على عينينا، الكيكه احلى كيكه ليك يا عم الحاج، على عينين على عينين، كيكه البرتقال يا عم الحاج. شكرا لاتصالك يا باشا. بعد كده ننزل بالسمن والزيت اخر حاجه، نص كوبايه كامله، عشان انا عامل صينيتين كيك. هات الصواني، الصواني بتاع الكيك. نزلنا نزلنا السكر، نزلنا البيض، نزلنا الفانيليا، ونزلنا بشر البرتقال مع الحليب، واحده واحده، ونزلنا مع بعضيها بالدقيق. السلام عليكم. سبيكر مش استاذنا، هات حاجه وعمل. ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. الو، السلام عليكم. ده ميه دي ولا دي؟ بعد كده بنجيب الصينيه بتاعتنا، اي صينيه في الفرن. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاجه، مرحب. يا هلا يا هلا. الله ينور عليك يا شيخ. عليك يا ست الكل، ربنا يحفظك كل يا سنه وانت طيبه. الله ينور عليك. تسلمي تسلمي. بعد تسلمي يا ست الكل، عندك اي سؤال؟ الله ينور عليك والله. كل في سنه وانت طيب يا رب. يكون الفطير عليك. الفطير وصل ولا لسه يا حاجه؟ الو، السلام عليكم. ويسلم لي على الشيف فوزي. تمام، الشيف فوزي. وعلى الشيف محمد عينينا يا حاج، ده اصغر شيف معانا في الاستاف كامل، بس ان شاء الله عليه شاطر يعني، ان شاء الله بالتوفيق. ربنا يحفظك يا حاجه، تسلم. ربنا يسلم ايديك يا رب. تسلم، ربنا يحفظك يا ست الكل، تسلم تسلم تسلم. شكرا لاتصالك. بعد ما دهنا الصينيه بتاعتنا سمن، بعد كده رشينا الدقيق زي ما احنا شايفين حضراتكم اهو، باخد الفراغات هاي كامله اهي. بعد كده انزل المقادير بتاعتي واحدة واحدة بالراحة، اديها حوالي تلتين، واسيب التلت التاني للارتفاع الكامل. بسم الله، فورمة، اي فورمة عندكم، اي صينية بنفس التركة المصرية تطلع معاكم كيكة مية مية. بسم الله، الشكل الكيكة والحاجة الجميلة نسويها. تركات بسيطة وسهلة جدا جدا، بكل امكانيات، بكل سهولة، مفيش احسن من كده. نساوي الكيكة بتاعتنا، هتقعد على درجة حرارة 180. شوف الفرن يا محمد، عشان الفطيرة لسه الفطيرة ما طلعتش. الفطيرة أحسن، أفضل حاجة يكون على فرن يكون عالي. السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم. السلام، ازيك شيف ميسرة؟ مرحب بيكم ميسرة، هلا. إيه الجمال ده؟ ازيك يا ميسرة؟ ازيك؟ ما شاء الله عليك. مش شغال يا أستاذ؟ ها؟ الفطير جميل جميل بصراحة. تسلم يا ست الكل، تسلم إيدك. أنت عامل إيه؟ تسلم. ازيك يا ميسرة؟ كل سنة وأنت طيبة. الحمد لله الحمد لله بخير. داخلين علينا رمضان، يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. الو، كان جميل بصراحه. تسلم تسلم يا ست الكل، تسلمي. اكلاتها كلها جميله والله. انت احسن والله، كل بتاعت كده لما اتفرج عليها كلك ذوق والله. نعمل الاكله بتاعتنا. تسلم تسلم يا غالي، ربنا يحفظك يا رب ويزيدك. ما شاء الله ما شاء الله. تسلم يا غالي، ربنا يزيدك يا رب ويحفظ لك اولادك وكل سنه وانت طيب. عايز اعرف العزازيه بتتعمل ازاي؟ العزازيه؟ العزازيه. عينينا يا باشا، عينينا على طول، حالا اقول لك عليها. حاضر، على عينينا على عينينا. ما شاء الله عليك، الله تحت امرك. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه واخواتنا طيب. الاقباط طيب. بالصحه والسعاده يا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير. شكرا لاتصالك يا فندم. بعد زي ما احنا شايفين، انا دلوقتي انا عايز اعمل واحده شوكولاته تاني معاها، هنزل معلقتين من الكاكاو، الون تلوين بسيط خفيف، يطلع معانا شوكليت جميل. شيخ اشرف مرحب بيك، يا هلا يا هلا يا مولانا. مساء
شيخ اشرف مرحبا، تعالى ان يعود علينا الايام بخير يا رب. الله يحفظك دعواتك يا حاج، دعواتك يا شيخ، ونستقبل رمضان ان شاء الله بالخير واليمن والبركات. الله يحفظك، الله يزيدك، ونسال الله تبارك وتعالى ان يرفع البلاء والوباء عن الامه الاسلاميه. علي النعمه انت شيخ، وان يحفظ البلاد والعباد. تسلم وامين، اللهم امين، ويعود عليك الايام بخير يا رب. ربنا يزيدك يا شيخ اشرف، ربنا يبارك فيك، دعواتك احنا محتاجين الدعوات الجميله من المشايخ الجميله بتاعتنا ومن امهاتنا ومن كبار السن بتوعنا، دعوة كاملة من نية صافية إن شاء الله يرفع بإذن الله. عندك أي سؤال؟ شيخ أشرف شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا لاتصالك. انزل بالكيك الجميل يا شيخ أشرف، شكرا لدعواتك الجميلة، يا رب يستجاب يا رب ويرفع عنا الغمة عشان نصوم رمضان بكل فرح وسرور. عملنا 6 بيضات، عملنا صنيتين كيك جمال 100%، سيبها محمد الفطيرة ما تستعجلش عليها، فطيرة في الفرن هتاخد وشه بعد ما تطلع على طول، نديها بخة بالمية. ادي الكيكة بتاعتنا اهي. الو استاذ احمد، السلام عليكم. زي ما احنا شايفين اهو، نطلع بقى بالكيك ونرص السفرة بتاعتنا 180 لمدة نص ساعة في نص الفرن بالظبط، تطلع معاكم كيكة جميلة بطعم البرتقال بطعم الشوكولاتة، نشكل فيها زي ما احنا عايزين اهو. هنخش الفرن على طول ان شاء الله زي ما اتفقنا، نص ساعه بالظبط. هات لنا الفطير بقى ونشكل عشان نطلع بالعسل. استاذ احمد السلام عليكم. استاذه اسراء السلام عليكم. انا ازيك يا شيف؟ مرحب يا استاذه اسراء، يا هلا يا هلا. استاذه اسراء السلام عليكم. والله شكرا على اكلاتك الجميله. والله انا اللي متشكر لاتصالاتكم الجميله اللي بتخلينا نعمل احلى تركات في احلى اكلات. شكرا ليك، كل سنه وانت طيبه يا سكره. كنت عايز اسالك على سؤال. امورينا امورينا العزيزيه، تمام معاكي. كنت عايزه طريقه اللازانيا. اللازانيا عنينا عنينا، حاضر. اللازانيا من المكرونات ان شاء الله هنعملها باذن الله. حاضر يا باشا. لا عايز فطير، هات لي فطير. اللازانيا والعزيزيه، العزيزيه بتتعمل من الحليب، العزيزيه بننزل بكيلو من الحليب وناخد حوالي كوبايتين السكر. السكر مدام وفاء السلام عليكم. ادي الكيكه بتاعتنا يا استاذه وفاء اهي، تطلع معانا حاجه جميله بتركه. استاذه وفاء السلام عليكم. الو، سفره بسيطه وسهله جدا، وعملنا بالبسبوسه وعملنا الفطير، بيطلع مورق وجميل مفيش اي كلام. استاذ احمد السلام عليكم. استاذ احمد الفطير زي ما انت شايف. ام احمد السلام عليكم. السلام عليكم. ام احمد مرحب مرحب. الله ينور عليك يا شيخ. وعليك يا ست. وسلم حضرتك. طيب عليك يا ست. كل ادي الفطير المورق الجميل. ما بتكلمش زي ما احنا شايفين يا عم عزب. الو، ايوه ام احمد مع حضرتك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب، وانت كمان الصحه يا ام احمد. تسلم، ربنا يحفظك. المشاهدين طيبين ويعود عليهم بخير يا رب. ربنا يزيدك يا ام احمد، تسلم، ربنا يحفظك. الله عندك... ينور عليك الفطير يا شيخ. عندك اي سؤال؟ حضرتك عايزين نعمل البيتزا. عينينا، حاضر. البيتزا عينينا عينينا، البيتزا اسئلتك كتير. وعايزين حضرتك بقى تشكل لنا كده في رمضان حاجات حلوه. عينينا يا ام احمد عينينا، كل سنه وانت طيبه، وكل سنه واهلك كلهم طيبين يا رب. والمشاهدين طيبين، ربنا يحفظك. شكرا لاتصالك يا فندم، على عينينا على عينينا. حاضر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السبيكر مش شغال. سلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب مرحب. سلام ورحمة الله وبركاته. والله ازيك يا شيف؟ ازيك يا باشا؟ ازيك يا ام احمد؟ ازي الصحة؟ عاملة اخبارك؟ مين؟ الو، انا مع حضرتك يا فندم، مع حضرتك، اتفضلي. الو، ايوه والله العظيم سامعك، اتفضلي. ام حازم من الغردقة. يا مرحب بيك يا ام حازم، يا هلا يا هلا باهل الغردقة. ام حازم من الغردقة. يا مرحب بيك، يا مرحب بيك ام حازم، يا هلا. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يحفظك يا ام حازم، تسلم. الله ينور عليك على الحاجات الجميلة دي. يا رب يكون عجبتك، ويا رب كل ذوق والله العظيم. ربنا يديم عليكم وعلينا الان كلها بخير يا رب. ربنا يرفع الكرب يا رب ان شاء الله يا رب. دعواتكم دعواتكم الحلوه يا رب يكرمنا ويكرمكم يا رب دايما يا رب. كل سنه وانتم طيبين. عندك اي سؤال؟ ربنا يديك الصحه يا شيف، الله يخليك يا رب. تسلمي. عندك اي سؤال؟ لا انا بصبع على حضرتك وبقول لك يا رب ان شاء الله ربنا يحفظك ويحفظ اهلك كلهم يا رب، ويديك الصحه يا رب. تسلمي لي، كل سنه وانت طيبين. وتسلم ايديك في الحاجات الجميله دي. تسلمي لي يا غالي، ربنا يزيدك، ربنا يحفظك يا رب ويزيدك. ده ثقه ثقه غاليه عندنا والله العظيم، وتاج على راسنا والله. ربنا يبارك فيك يا رب. شاكرين لاتصالك يا فندم. استاذه فاطمه السلام عليكم. مصر وادب مصر. استاذه فاطمه السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا استاذه فاطمه، مرحب بيكي.
منور منور الشاشه والله يا الله سيدي. يخليك يا استاذه فاطمه، ربنا كل سنه وانت طيبه والفطير بتاعك جميل والله يا سيدي. تسلم يا غالي، تسلم يا غالي، مورق قوي يا استاذه فاطمه والله العظيم، وحياتنا من ربنا مورق. الاكلات الجميله والله بالواحده اهيت، بس ان شاء الله كمان اللي هتطلع من الفرن هيكون حاجه مبهره. عندك اي سؤال؟ اه عايزين نعرف طريقه البكاته. البكاته عنينا يا باشا، الكيكه الثانيه بتاع البرتقال. ماشي تسلم يا سيف. عنينا يا باشا عنينا، تسلم ايدك. طريقه البكاته حاضر، طريقه البكاته والعزازيه والبيتزا كله هنطلعها مع حضراتكم دلوقتي حالا. طلعي يا محمد بعد اذنك، وادي كيكه البرتقال تطلع بنفس الطريقه بنفس التركه المصريه في اكله بسيطه مصريه ان شاء الله باذن الله تعجبكم 100%. ادي الفطيره اول ما تطلع على طول، وعايز امسكها يا محمد، اول ما تطلع على طول خليك ماسكها يا محمد، اول ما تطلع على طول زي ما انت شايفين اهو معايا يا عم عزب. تسلم ايدك يا خال. ابدا بشويه من الميه، اطلع بالوصفات، اطلع بالوصفات، اطلع بالوصفات، وقدام حضراتكم المقادير على اول طول مباشر. استاذه مريم السلام عليكم. وعليكم السلام. اهو الفطيره طلعت من الفرن يا استاذه مريم، مورقه. ابدا بشويه من الميه بسيطه عشان المعها. السلام عليكم استاذه مريم. وعليكم السلام. شلونك؟ يا مرحب بيكي. ايه الجمال ده؟ والله ده انت اللي جميل يا عم، الله يبارك لك، تسلم، كله من ذوقكم. الفطيره المشلت ده اهو، عايز طبق يا فوزي بعد اذنك وشويه سمن بلدي حضرتك عشان في رمضان ان شاء الله. يا رب دايما يا رب، ربنا يحفظك يا استاذه مريم. تسلمي لي. حضرتك تاني طريقه الفطيره عشان انا كنت سمعتها من الاول. على عينينا، حاضر، اقول من اول وتاني وتالت ورابع، اهم حاجه تركز وبطريقه بسيطه وسهله هنطلع لكم ان شاء الله على طول المقادير على طول الوقت. تسلم يا سيدي. عايز طبق كبير يا فوزي، ده فطيره كبيره يا ابني، ايش فيك انت؟ اطلع اطلع بالفطير. شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا لاتصالك. نوسع مكان، نبدا بالعزازيه. العزازيه زيها زي المهلبيه بالظبط بطريقه سهله. ثواني بعد اذنك، ثواني ثواني ثواني، مفيش معلقه، اوعى بقى عشان نطلع الفطير المشلتت الجميل طالع من الفرن مورق. عايز الاكيل يا عم عزب يا عم جمال، وعايز الجبنه القديمه اهو زي ما احنا شايفين اهو. قشطه عليك الجمال. الو السلام عليكم. اوه ام جوده السلام عليكم. اه يا عم عزب، عايز الجبنه القديمه الحلوه بالعسل. موجوده السلام عليكم. زي ما احنا شايفين اهو، واحده واحده يا خال معايا، والدخان والبخار والورق الجميل بعد ما ارتاح حوالي نص ساعه وساعه. الو السلام عليكم ام معاذ. يا هلا هلا. الو ازيك يا شيف؟ ازيك يا ام معاذ، مرحب بيك، منور الشاشه. كل سنه وانت طيب يا ام معاذ، مرحب وانت طيب. عايزين نشكرك على الاكلات الجميله اللي انت بتقدمها. ربنا يزيدك يا باشا، ربنا كله من ذوقكم، وربنا يزيدكم يا رب، يا رب يكون المعلومات بتاعتنا بتوصل لكم. الله يخليك. تسلمي لي يا ام معاذ. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ امرينا يا فندم، مش تسال، تأمرينا. عايزين طريقه المشبك وطريقه التونه. عينين الاثنين، المشبك والتونه، حاضر عينين، تحت امرك يا فندم، تحت امرك على عينين، حالا اجاوبك عليها. حاضر. طريقه العزازيه، كيلو من الدقيق، كيلو من الحليب، دقيق ايه؟ كيلو من الحليب، معلقتين ثلاث معالق من النشا، كوبايتين من السكر، بنزل بالحليب يبدا يسخن معايا، بجيب الحليب حاجه بسيطه من الحليب يعني معلقتين ثلاثه، وبنزل بالنشا ادوبهم كويس. بعد ما الحليب بتاعي يغلي انزل بالسكر، بعد كده جوز الهند او اي مكسرات تحبوها، بعد كده بنزل بالنشا اربط الحليب مع المكسرات اللي هي جوز الهند او طبعا من خيرات ربنا من عين الجمل والمكسرات، الحاجات الجميله اللي عندنا بنحطها على النار، ونربط الحاجات دي كله مع بعضيه ونجيبها في صينيه ونصبها، تقعد حوالي خمس دقايق، اول ما تبرد على طول تاخد وش، سن السمن صغيره خالص خفيفه من فوق، ادخلها النار تاخد وش كامل، بعد كده تطلع تهدى خالص او تبرد خالص، اقطعها التقطيع المربعات زي ما انت تحبوها، بس بيبقى طعمها لذيذ جدا، جميله مهلبيه او العزيزيه، حاجه بطريقه خفيفه ولذيذه واقتصاديه 100%. طريقه الفطير تاني، معلقتين من السكر في كوبايتين من الميه، رشة الملح، بدوبهم كويس الأول، بدوبهم كويس، منورنا والله، بدوبهم كويس الأول في الملح، بدوبهم الملح مع السكر، بعد كده بنزل بالدقيق، الدقيق بتاعي بيكون يا إما متعدد الاستخدام يا إما من عند الفران، ويكون من الأفضل تجيبه من الفران، بيبقى ثمنه بسيط وسعره بسيط، أنزل بالدقيق، أخدم خدمة كويسة يا أم زياد، السلام عليكم، بعد ما أخدم أم زياد، السلام عليكم أم زياد، أم زياد يا ام زياد، بخدم خدمه كويس جدا، اهم حاجه في خدمه الفطير بقسمه على حسب الكور الكويرات اللي انا عايزها ولا انا محتاجها. ام زياد السلام عليكم، ام زياد
شكرا لاتصالك يا ام زياد. وراجع معانا بعد ما بخدم العجين معايا بخدمه كويس جدا، برجع اقسمه على حسب الكويرات او على حسب الفطيره اللي انا محتاجها. عايزه فطيره كبيره زي ديت، بنقسمها اتنين زي ما احنا شايفين اهو، هشه وانا خايف انها تتكسر مني الوقت قدامي اللي على الهوا مباشره. اهو بص زي ما احنا شايفين، عايزين نحشيها بسبوسه، عايزين نحشيها مكسرات، عايزين نحشيها مكسر. استاذه مروه السلام عليكم. الو السلام عليكم. عايزين نحشيها. وعليكم وعليكم السلام استاذه مروه. وعليكم السلام. كيف حالك؟ ازيك ازيك يا سيف؟ ازيك يا استاذه مروه، مرحبا. معاكي من اول الشاشه. الله يحفظك، تسلمي، ربنا يزيدك، تسلم. عندك اي سؤال؟ كل سنه وانت طيبه. الله تسلم ليك على الاكلات الجميله دي. تسلمي، عسى ربنا يحفظك يا باشا ويزيدك. تسلمي لي تسلمي لي. عندك اي سؤال؟ معاك اخويا معاك اخويا. اديني اخويا اديني اخويا. الو الو. بعد كده بنريح الفطير يا استاذه. الو السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ مرحبا بيك يا غالي، مرحبا. الله ايوه معاك، اتكلم. انا عبد الرحمن. ازيك يا عبد الرحمن، كيف حالك؟ السكينه صغيره. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. طب الحمد لله. عندك اي سؤال؟ الله ينور عليك. وعليك يا حبيبي، تسلم لي يا غالي، تسلم 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 يا عبد الرحمن. خد يا حبيبي، تعال 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 وانت قاعد في سوبر ماركت، تعال خش. تعال يا حبيبي اللي انت عايزه على عينينا، تعال. حاضر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. معانا يا باشا الكيك. شكرا اتصالكم يا فندم، شكرا يا عبد الرحمن حبيبي. كيكه البرتقال الجميله اهي، كيكه البرتقال اهو. نعم دي معاك يا عم جمال، على عينينا يا عم جمال. انت جبت الجبنه الاول ولا جبنه الحلقه؟ جبتش جبنه جبنه حد يا عم جمال، ربنا يديك الصح. ادي كيكه البرتقال، وادي كيكه الشوكولاته اللي طلعناها بعد ما خرجناها على طول من الفرن تلت ساعه، نص ساعه بالظبط، تطلع معاكم حاجه جميله وممتازه. ثلاث بيضات مع كوبايه ونص من السكر مع زي ما انتم شايفين اهو الجمال والدلع كله، مش هتلاقوه الا في الصحه والجمال. دايما على طول كل ابتكارات وكل الفن وكل فن في المطبخ ان شاء الله هنجيبه لكم بتركه بسيطه بفلوس بسيطه، بمزاجكم هتطلع معاكم حاجه تركه 100% مظبوطه. ودي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استمتعتم بيها ويكون يعني كلامنا خفيف على قلبكم وخفيف على جيوبكم. ودي كانت حلقتنا النهارده، ان شاء الله لينا برنامج جديد في رمضان، هي باسم اكله بسيطه مصريه بس هيكون ليها برامج خفيفه وسهله ولذيذه، مش هنقف في المطبخ وقفه كتير، وهنعمل سفره بكل عزوماتها 100% بكل تركاتها في اكله بسيطه مصريه على اليوتيوب للشيف ماجد فوزي حمزاوي. تشرفونا في اي اتصالات، واحنا اسفين طبعا للناس اللي هي سالونا، ممكن يخشوا على اكله بسيطه مصريه على اليوتيوب نجاوب عليها بكل سهوله. الوقت بيعدي معاكم بسريع جدا، ودي كانت حلقتنا معاكم النهارده، شيف ماجد فوزي حمزاوي والشيف فوزي والشيف محمد والشيف محمد عطيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.